انا اتفق معاك، لان اعتقد احنا ما يعني فعلا ما كانش او ما كناش هنلاقي فرصه زي دي لخوض بقى نتكلم عدد مباريات كبير جدا وقويه جدا قبل الماتش الفاصل، زي طبعا بطوله كاس العرب كمان كانت فرصه لكيروش ولينا كلنا حتى عشان اختبار عده عناصر جديده. وعلى كل حال خلينا برده في ماتش النهارده باذن الله زي ما انت كنت بتتكلم نكمل بقى المشوار في البطوله ونوصل كمان للنهائي وبعد كده نلعب على اللقب، البطوله اللي فعلا انا شايفه المنتخب مصر وكيروش محظوظين جدا بيها وكمان بتوقيتها عشان قدر ان هو كمان يضم عدد كبير جدا من اللاعبين لاختبارهم، وان هم كمان مش بس يختارهم وخلاص، لا ينجحوا في الاختبار ده. هالي كانت فرصه عظيمه لكل لاعب ان هو يثبت نفسه. فلا خلينا نقول امثله مثلا احمد رفعت، حسين، فيصل، عمر كمال، غيرهم وغيرهم كمان، يعني ده هيخلي كيروش يجهز قائمه للمنتخب الاساسي فيها زي ما بنتكلم البدلاء كمان يبقوا كلهم اوراق رابحه. هي دي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها برده من فتره طويله جدا في اي بطوله قاريه او عالميه كمان. فكل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا النهارده في منافساته القادمه، ماتش هيبقى قوي وماتش مهم جدا.